أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم والفتنة والمحياي والممات ومن شر فتنة مسيح الدجال. اللهم إنا نسألك يا الله الأحد الصمد لم يرد ولم يولد أن تغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر وترحم أمواتنا وشهداءنا وأطفالنا ونساءنا وأمهاتنا في سربرنيتسا يا رب العالمين. اللهم ارحمهم وأدخلهم الجنة الأعلى. اللهم أكرم شهداء سربرنيتسا وشهداء بوسنا والهرسك أن يكونوا مع الشهداء الأحد والبدر يا رب العالمين. اللهم ألحقنا بالرسل والشهداء والصديقين والصالحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم إنا نسألك اللذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا رب العالمين. اللهم لا تسلط علينا ظالما، أنت مجيب دعوات، استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Thank you.